بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن بيوت العنكبوت. يقول العلماء أن خيوط العنكبوت يمكن أن تتمدد بنسبة 40% دون أن تنقطع، بينما أفضل خيوط من مادة الفولاذ لا يمكن أن تتمدد أكثر من 8%. وعلى الرغم من هذا دقة خيوط العنكبوت إلا أنها تستطيع بناء بيت ولكن ضعيف جدا وينهار في أقل رياح أو عوامل جوية، فهو بيت غير مستقر مضطرب، والعناكب تأكل بعضها بعضا أيضا. هنا يتجلى التشبيه الإلهي الدقيق في بيت العنكبوت الذي يعتبرها من أضعف البيوت وأوهن البيوت. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وأن أوهن البيوت لبيت العنكبوت ولو كانوا يعلمون. سورة العنكبوت آية 41. وأمام هذه الحقيقة لا نملك إلا نقول سبحان الله والله أعلم.